أهلا بكم مجددا إلى بانوراما. ساعة قليلة باتت تفصيلنا عن فتح مكاتب الاقتراع في العراق أمام الناخبين لاختيار ممثلين في البرلمان المقبل، ويختلف المشهد الدبلوماسي والسياسي هذه السنة عما كان عليه في 2005 من حيث الائتلافات والتحالفات، فقد ظهرت بين الأكراد قوى جديدة والائتلاف الشيعي صار أكثر من ائتلاف، وهذا ما ينطبق على جبهة التوافق السنية. وبحسب المراقبين أصبح الدافع الانتخابي على الأقل ظاهريا هو الجامع بين القوى التي يتكون منها الائتلاف، على خلاف ما شهدته انتخابات 2005 حيث تم تقديم قوائم مختلفة وعلى أساس مذهبي. كما يلاحظ في تشكيلة أبرز الائتلافات التي تضم ما بين 40 إلى 50 قوة وشخصية وجود قوى من مذاهب مختلفة سنية وشيعية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ائتلاف وحدة العراق الذي يضم 38 كيانا وشخصية سياسية شكله وزير الداخلية جواد البولاني، وهو شيعي انضم إليه عدد من الشخصيات السنية أمثال أحمد أبو ريشة ومحمود المشداني. كما حرصت الكتل العراقية في هذه الانتخابات على طرح شعارات وطنية وقومية. أبرز المتغيرات على التحالفات المتقدمة للانتخابات هو محور حلقتنا لهذه الليلة، ونبدأها بتحالفات الكردية. اليوم حقق مجلس النواب تغيرات كثيرة ظهرت على التحالفات الكردية التي ستخوض الانتخابات المقبلة، تغيرات شهدت غياب وجوه سياسية بارزة للكرد، منها نائب رئيس الحكومة السابق برهم صالح لترأسه حكومة إقليم كردستان العراق، وأخرى امتنعت عن الترشيح أساسا كما هو الحال مع الرئيس العراقي جلال طالباني. لا أعتقد أنه سيحصل تغيير كثير عليه من حيث الحجم، من حيث عدد المقاعد. وبالنسبة إلى الأكثرية من الأعضاء المرشحين هم جدد. التحالف الكردستاني وحركة التغيير التي يقودها نشروان مصطفى المنشق عن رفيق العمر طالباني وحركات الكرد الإسلامية هي أبرز الأطراف الكردية المشاركة في الانتخابات. حركة التغيير لم ترغب بالدخول إلى جانب التحالف الكردستاني كما حصل في الانتخابات الماضية لرغبتها في قلب المعادلة السياسية الكردية. أما الحركات الإسلامية فلم يتم استدعاؤها أساسا للانضمام إلى التحالف. هناك نوع من التقصير من قبل الأخوة في التحالف في عدم مبادرتهم بمفاتحة باقي القوى الموجودة في كردستان، منها الإسلامية سواء الاتحاد الإسلامي الكردستاني أو الجد جماعة الإسلامية أو حتى التغيير في تشكيل قائمة موحدة. حظوظ الكرد في الانتخابات المقبلة ليست كسابقها كما يرى بعض السياسيين، وآخرون يجدون أن الأحزاب الكردية هي الأقوى من بين الحاضرين وأن تعددها هو مكسب كردي. كانوا يسموهم كينج ميكرز، يعني يصنعون الملوك أو يختارون الملوك. الآن لا أتصور لهم تلك القدرة كالسابق. نعم ستكون لهم نفس القدرة للحركات الأخرى في الاشتراك في العملية السياسية، ولكن ليس كالسابق. يدخل التحالف الكردستاني الانتخابات في 10 محافظات من ضمنها محافظات الإقليم الثلاث، على عكس الانتخابات البرلمانية السابقة التي خاضها التحالف في جميع أنحاء العراق. والسبب هو تعدد القوائم والتحالفات الكردية التي قد تدخل في محافظات لا وجود للحزبين الرئيسيين فيها. من بغداد سامر يوسف، العربية.